السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم جميعا في السيمينار المجمع لأقسام تقويم الأسنان جامعة الأزهر والجامعات المصرية الأخرى. أهلا بكم جميعا. النهاردة بإذن الله في السيمينار هنتكلم عن موضوع مهم جدا 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 للناس المتخصصين في تقويم الأسنان، ويمكن بعض الناس الغير متخصصين في تقويم الأسنان لا ينتبهوا إلى المشكلة اللي هنتكلم عليها النهاردة، وهي روت ريزولشن. كتير بيحصل بسبب جهاز تقويم الأسنان، سواء إن مدته بقت طويلة أو لأسباب أخرى، إنه بيحصل روت ريزولشن للأسنان أو تآكل جذور الأسنان، ودي مشكلة كبيرة جدا هنتكلم عنها النهاردة. هيقدم لنا السيمينار النهاردة طبيب من الأطباء المتميزين جدا عندنا في قسم تقويم الأسنان جامعة الأزهر بنين القاهرة، وهو الطبيب أحمد طلعت حسين علي، وهو مدرس مساعد بقسم تقويم الأسنان جامعة الأزهر بنين القاهرة، والسيمينار تحت إشراف الأستاذ الدكتور فاروق أحمد حسين، وهو أستاذ ورئيس قسم تقويم الأسنان جامعة الأزهر بنين القاهرة، والأستاذ الدكتور الضاني عطوة محمد الضاني، وهو أستاذ تقويم الأسنان بكلية طب الأسنان جامعة الأزهر بنين القاهرة. إن شاء الله الموضوع يكون شيق وجميل ونستفيد منه جميعاً. اتفضل يا دكتور أحمد، قدم السيمينار. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا شرفني النهاردة أن أكون وسط أساتذتي، أساتذة تقويم الأسنان في جامعات مصر المختلفة، جامعة الأزهر بنين القاهرة، وجامعة الأزهر بنات القاهرة، وجامعة الأزهر أسيوط، وجامعه المنيا وجامعه المنصوره. شرف لي ان اكون وسط عمالقه التقويم الموجودين في مصر، وشرف لي برضو كمان ان اكون وسط زملائي رجاله التقويم في مصر في اقسام هذه الجامعات. اتمنى من الله التوفيق والسداد في ان انا اقدم موضوعي بطريقه مبسطه وسهله ان شاء الله، تنول اعجاب اساتذتي وزملائي، وتنول اعجاب كمان الناس اللي متابعينا كلهم على اليوتيوب من مصر وبره مصر. موضوع الويبنار بتاعي النهارده بيتكلم عن orthodontically induced root resorption and outline of probable predisposing factors and management، تحت الاشراف طبعا استاذتي الاستاذ الدكتور فاروق احمد حسين استاذ تقويم الاسنان، والاستاذ دكتور الضاني عطو محمد برضو استاذ تقويم الاسنان. شرف لي ان اكون تحت اشرافهم طبعا، وتعلمت منهم كتير. الكونتنت بتاع الويبنار بتاعي النهارده هتكلم فيه عن الكلاسيفيكيشن اوف روت ريزوربشن بوجه عام، سواء كان انترنال واكسترنال، بعض التعريفات، وهركز قوي على الاكسترنال روت ريزوربشن اللي هو يخصني قوي في الموضوع النهارده. هتكلم عن الهيستوري اوف روت ريزوربشن، هتكلم عن الكلاسيفيكيشن اوف اكسترنال ابيكال روت ريزوربشن، هتكلم عن الريسك فاكتورز اللي تعمل لي ديفلوبمنت الاكسترنال ابيكال روت ريزوربشن. برضه هقول برضه ايه اللي انا اعمله لو روت ريزوربشن از ديتكتد ات بروجريس، امتى الاكسترنال ابيكال روت ريزوربشن ستوب، ايه اللي بيحصل للاسنان الويز شورت روتس على المدى البعيد، ايه الطرق اللي اعمل بيها ديتكشن للاكسترنال ابيكال روت ريزوربشن، وفي الاخر خالص ان شاء الله هتكلم على التريتمنت. الكلاسيفيكيشن بتاع الروت ريزوربشن بوجه عام انا ممكن اقسمه لاثنين كاتيجوري، انترنال ريزوربشن واكسترنال ريزوربشن. الانترنال ريزوربشن فيه نوعين عندي، في انترنال انفلاماتوري ريزوربشن وانترنال ريبليسمنت ريزوربشن، ودول بيحصلوا نتيجه انسلت تو ذا دنتال بالب، ودول نوت ريليتد تو ذا اورثودونتيك توث موفمنت. بينما الاكسترنال روت ريزوربشن انا اقسمهم لخمسه كاتيجوري، surface resorption و external inflammatory root resorption، وده ال most commonly associated with the orthodontic tooth movement، اكتر واحد بيحصل معايا during orthodontic treatment، و replacement resorption و ankylosis و invasive cervical root resorption. ده كتقسيمه بوجه عام لروت resorption. ممكن برضو اقسمها تقسيمه ثانيه لphysiologic root resorption و pathologic root resorption. هتكلم عن بعض definitions اللي تخص الاكسترنال root resorption. اول نوع منهم اللي هو السيرفيس ريزوربشن، ده عباره عن فيسيولوجيك بروسيس اوف ريزوربشن وريبير بتحصل للروت نتيجه ديورنج النورمال فيسيولوجيك اكتيفيتي، زي ديورنج ماستيكيشن. تاني حاجه الاكسترنال انفلاماتوري روت ريزوربشن، وده اللي هتكلم عنه بالتفصيل وبنار النهارده، ده ميديتد باي انفلاماتوري ريسبونس، وده هشرحه بالتفصيل ان شاء الله باذن الله تعالى، عشان خاطر هو اللي بيحصل ديورنج اورثودونتيك تريتمنت. تالت نوع اللي هو ريبليسمنت ريزوربشن، ده بيحصل لما يكون في الانجر بتاعي لوكالايزد، زي افتر كونكشن او سبلكسيشن تروما. الميكانيكال دامج ده للسيمنتم بيحصل بعده انيشيشن لوكال انفلاماتوري ريسبونس، وبيحصل روت ريزوربشن بعدها في نفس الاريا اللي حصل فيها لوكالايزد انجري.
لما البرايمري انسلت نفسه بيحصل له ستوبنج، الهيلينج بيحصل للبريدونشال والروت سيرفيس بيحصل تيك بليس وذين 14 دايز. ده اللي هو ريبليسمنت ريزوربشن. الريبليسمنت ريزوربشن ده بيكون كونفايند اونلي تو ذا اريا اوف ميكانيكال دامج، والتريتمنت بتاعه مش محتاج تريتمنت عشان خاطر هو فري اوف سيمبتومز، وهو كمان نوت ايفن فيجوالايزد راديوجرافيكالي ان موست كيسز، ما اقدرش اعمله ديتكشن عن طريق راديوجراف في اغلب الحالات، بس في بعض الحالات ممكن اعمله ديتكشن راديوجراف لما يكون السمول ريزولوشنسي نفسها الانجليشن بتاع الاكسبوجر بتاعي بيربنديكولار عليها. ده بالنسبه للريبليسمنت ريزوربشن. بالنسبه لرابع نوع عندي من انواع الاكسترنال روت ريزوربشن الانكلوزز. الانكلوز طبعا احنا كلنا عارفين الانكلوزز لما بيحصل تروماتيك انجري بيكون سيفير في الكيسز بتاعه الانتروزف لاكسيشن او الايفالجن، تمام، وي او الروت نفسه اكستندد ري تايم وحصل دامج لاكثر من 20% من الروت سيرفيس. الهيلينج لما بيحصل بعد كده للانجري ده او الدمج ده بيحصل باي اوسيوس ريبليسمنت، يعني بيحصل بون ديبوزيشن في المنطقه دي، بل بيحصل ريبليسمنت للبيرودونتال لاين، لا بيحصل ديبوزيشن للبون، فبيحصل فيوجن بين الروت سيرفيس والبون، وده بنسميه دنتو الفر انكلوزز. زي ما احنا شايفين الهيستولوجيكال فيتشرز بتاعته حصل فيوجن بين السيمنتوم اوف ذا روتس والالفر بون. خمس نوع انواع الاكسترنال روت ريزوربشن بيسموه انفيزيف سيرفايكال روت ريزوربشن. الانفيزيف سيرفايكال روت ريزوربشن ده بيكون من اسمه ان هو ليه علاقه بالسيرفايكال اريا بتاعت الروت، ده بيكون اجريسيفلي ديستركتيف فورم اوف اكسترنال روت ريزوربشن، وده بيكون مانيفيستد باي انفيجن للسيرفايكال اريا بتاعت التوز بتاعي عند منطقه السيمنتو انامل جانكشن، بيحصل لها انفيجن بالفايبروفاسكولار تيشو، وبيحصل اللي هي درايفد فروم ذا بيرودونتال ليجمنت، وفي بيحصل عندي باثولوجيكال بروسيس بيحصل فيها ريزوربشن للسيمنتوم والانامل والدنتين، وممكن كمان توصل للبالب بتاع التوس كمان اللي هو الانفيزيف سيرفايكال روت ريزوربشن. الباثوجينيسيس بتاع الانفيزيف سيرفايكال ريزوربشن از ان نون، بس في بريدسبوزنج فاكتور ليه ممكن تكون سجستد. زي ايه؟ زي التروما للتوس، دي تعتبر المين اتيولوجيك فاكتور للديفلوبمنت اوف انفيزيف سيرفايكال روت ريزوربشن. الانتركرونال بليتشنج، الناس اللي بيعملوا انتركرونال بليتشنج وخصوصا لما يكون ريبيتد سيفرال تايمز، السيرجري ريليتد للاريا زي السيرجيكال ريموفال اوف ان ايرابتد او بارشال ايرابتد تيس او الترانسبلانتيشن. الاورثودونتيك تريتمنت تعتبر برضه بريديسبوزنج فاكتور للانفيزيف سيرفايكال روت ريزوربشن. خامس حاجه برضه في البريديسبوزنج فاكتور للانفيزيف سيرفايكال روت ريزوربشن، بريدونتال روت سكيلينج اور بلاننج لو اتعمل اكتر من مره وكان ان اجريسيف واي. البروكسيزم، الناس اللي عندهم بروكسيزم وده بيعتمد على الديوريشن بتاعه البروكسيزم والقوه بتاعتها، تمام. الديلي ديربشن، الديفلوبمنتال ديفكتس في التوس ستراكشر، الانتركرونال روستريشن زي حاله الكلاس 5 فيلينج ممكن تكون بريديسبوزنج فاكتور للانفيزيف سيرفايكال روت ريزوربشن. في كلاسيفيكيشن كده للانفيزيف سيرفايكال روت ريزوربشن اتقسم ل 4 كلاسز. كلاس 1 زي ما احنا شايفين في دايجرام، كلاس 1 وكلاس 2 وكلاس 3 وكلاس 4. كلاس 1 لما يكون الريزوربتيف ليجن بتاعي حاصل في سيرفايكال اريا ويز سمول بينتريشن انتو ذا دنتين. كلاس 2 بقى لما يكون الريزوربتيف ليجن بتاعي بروبيجيت تو ذا كورونال بالب، دخل في الكورونال بالب، ليتل اور نو بينتريشن تو ذا ريتيكولار دنتين. كلاس 3 لما يكون الريزوربتيف ليجن بتاعي بينتريت تو ذا كورونال 1/3 اوف ذا روت دنتين. كلاس 4 بقى لما يكون الريزوربتيف ليجن بتاعي اكستندد تو او اكستندد بيوند ذا كورونال 1/3 اوف ذا روت دنتين. ده كلاسيفيكيشن للانفيزيف سيرفايكال روت ريزوربشن. الانفيزيف سيرفايكال روت ريزوربشن بس الجينيسيس بتاعه از ستيل انكلير، بس ممكن نقول ان هو لينك تو ذا انجري اوف سيمنتوم، فعند منطقه السيمنتو انامل جانكشن فبيحصل منه اكسبوجر للاندرلايننج دنتين اللي بيحصل له اتاك بعد كده بالاوستيوكلاستيك ريزوربتيف سيلز اللي هي الاوستيوكلاست والسيمنتو كلاست اللي موجوده في البيريدونتال ليجمنت. بتاعت الروت ريزوربشن، يعني المصطلح بتاع الروت ريزوربشن ده ظهر ازاي؟ الروت ريزوربشن was first described by Bates in 1856، Chase في 1875، وهاردنينج in 1878 برضو mentioned الروت ريزوربشن. In 1914 بقى الترم was used in orthodontic literature. Bates برضو referred to root resorption as absorption. Ketchum بقى was the first author who explained root resorption with radiology. بعد كاتشان بقى طبعا وجدوا ان الاورثودونت تريتمنت نفسها بيحصل فيها شورتن للروتس، فابتدى بقى الانترست يزيد اكتر في موضوع الروت ريزوربشن وايه علاقته بالتقويم وامتى بيحصل معايا وامتى مش بيحصل معايا. بيك ومارشال برضو بروت ذا وورد ريزوربشن في الاورثودونت ليتريتشر في 1932.
اوبنهايم ستيتد في 1944 برضو الاورثونتيك تريتمنت قال لك ان بيحصل انفيتابل دامج للسيمنتوم والبيريدونتال تيشو والالفر بون والبلب. الكلاسيفيكيشن اوف اكسترنال ابيكال روت ريزوربشن اللي هو التايب اللي احنا متخصصين بيه قوي او اللي هو most commonly occurred with orthodontic treatment. في شارب ايتال قسمه سنه 1987 قسمه الى 4 degrees 0 degree وفيرست degree وسكند degree وثيرد degree زي ما احنا شايفين في الدايجرام. ال 0 degree no root resorption can be detected. فيرست degree root apex is planted and the diffuse showing a mild resorption. سكند degree الابيكس بس نفسها begin to disappear. الابيكس نفسها begin to disappear. والابيكس نفسها بتشبه الهاف سيركل نوت تيبر والروت كونتور sometimes interpreted or not smooth مش بيكون smooth بتاعي تمام. وبيكون الروت ريزوربشن حوالي approximately one quarter of the whole root وده يعتبر moderate root resorption. بينما الثيرد ديجري بقى اوف اكسترنال ابيكال روت ريزوربشن الاكسيزيف روت بلانتنج is evident with discontinuation with resorption. الresorption بتاعه بيكون more than one third of the root وده يعتبر severe form of root resorption. ده اللي هو sharp ital classification. في classification تاني بتاع Levander and Malmegre قسمه الى 5 degrees grade 0 absence of root resorption, grade 1 mild resorption. الروت بتاعي بيكون it is normal length and only an irregular contour بيكون فيه irregular contour. Grade 2 moderate resorption small area of root loss with the apex نفسها بتكون almost straight contour. Grade 3 accentuated resorption loss of almost one third of root length. Grade 4 بقى بتكون extreme resorption loss of more than one third of the root length. ده اللي هو Levander and Malmegren classification of external apical root resorption. في risk factors for the development of external apical root resorption. الريسك فاكتورز او قبل ما اتكلم عن الريسك فاكتورز لو سمحت اقفل الكاميرا عند حضرتك. معلش يا دكتور احمد دكتور سواء اقفل الكاميرا عند حضرتك. ماشي اتفضل دكتور احمد اتفضل. ماشي يا دكتور احمد قبل ما اتكلم عن الريسك فاكتورز فور ذا ديفلوبمنت اوف اكسترنال ابيكال روت ريزوربشن يعني خطر في بالي هو ازاي بيحصل اكسترنال ابيكال روت ريزوربشن او ازاي بيحصل ريزوربشن للروت تمام ديورينج توس موفمنت ازاي الميكانيزم بتاعي. فلما دورت في البيبرز نفسها عشان اشوف الميكانيزم اللي ازاي بيحصل روت ريزوربشن ديورينج اورثودونتيك توس موفمنت خصوصا مع الهيفي فورس قالوا ان الميكانيزم بتاعه از انكلير او الباثوجينيس بتاعه از انكلير بس ممكن يكون نتيجه ان لما بعمل ابلكيشن للفورس بتاعي لما بعمل ابلكيشن لللايت فورس بيحصل معايا دايركت ريزوربشن او فرونتال ريزوربشن. في البريشر سايد بيحصل ديفرنشيشن للاوستيكلاست وفي التنشن سايد بيحصل ديفرنشيشن للاوستيبلاست وبيحصل عندي اللي احنا عارفينها طبعا اللي هي توس موفمنت بتاعتي ديورينج اورثودونتيك. لما بعمل ابلكيشن لهيفي فورس بيحصل اندر مايننج ريزوربشن ان الفورس عندي بيتكون منطقه حوالين الروت اسمها هالانايز تيشو او هالانايز زون. الهالانايز زون ده بعد بيريود بيحصل لي كلير عن طريق ماكروفاجز لايك سيلز. الماكروفاجز لايك سيلز دي بتعمل كليرنج للهالانايز زون. فديورنج الكليرنج للهالانايز زون ممكن يحصل ديستراكشن لللايرز بتاعت السيمنتوم اللي مغطيه الروت اللاير اللي من بره اللي فيها سيمنتو بلاست ريتش لاير في السيمنتوم بيحصل لها ديستراكشن فبيجي من هنا بقى الروت ريزوربشن ويز هيفي فورس. ده الميكانيزم اللي انا لقيته في البيبرز عندي ازاي ممكن يحصل روت ريزوربشن ديورنج ابلكيشن اوف هيفي فورس ديورنج اورثودونتيك تريتمنت. هتكلم بقى عن الريسك فاكتورز فور ذا ديفلوبمنت اوف اكسترنال ابيكال روت ريزوربشن بقسمهم لاثنين كاتيجوري بيشنت ريليتد ريسك فاكتورز و اورثودونتيك تريتمنت ريليتد ريسك فاكتورز. البيشنت ريليتد ريسك فاكتورز انا هتكلم عن كل فاكتورز يعني على قد ما اقدر هتكلم عن كل الريسك فاكتورز اللي موجوده قدامي. البيشنت ريليتد ريسك فاكتورز في هيريديتري ريسك فاكتورز وفي انفايرمنتال اندوس ريسك فاكتورز. هيريديتري ريسك فاكتورز زي الميديكال هيستوري زي الاسماتيك بيشنت في جينيتك باك جراوند في توس روت مورفولوجي في ايج جندر اوبن بايت وديب بايت كيسز سابلينجز ويز اكسترنال ابيكال روت ريزوربشن فروم اورثودونتيك تريتمنت الدايلاتيريتد والبيبت والبوينتد روت شيب الاكسس اوفر جيت الهسبانيك اثنيسيتي الانفايرمنتال ريسك اندوس ريسك فاكتورز زي النيكوتين والستريس الاورثودونتيك تريتمنت ريليتد ريسك فاكتورز زي اللونج تريتمنت تايم الاكستراكشن ابروتش اور نون اكستراكشن ابروتش لونج ابيكال ديسبليسمنت endodontically treated teeth هل بيحصل معاها external apical root resorption ولا لا.
البروكسيميتي اوف ذا روت ايبكس تو ذا باريتال كورتكس ودي مهمه جدا وهركز بيها برده. لفورت وان استيوتومي الناس اللي بيعملوا اورثوجناتيك سيرجري. الابلاينسز نفسها في خلال الانتروجن البراكت بتاعي هل السلوت بتاعه 18 فيرسس 22 انش سلوت. الليبل ولا اللينجوال براكتس مين فيهم بيعمل اكسنال ايبيكال روتروسوربشن اكتر. السيلف لاجيتنج ولا الكونفنشنال براكت بتعمل اكسنال ايبيكال روتروسوربشن اكتر. الكلين ارلاينرز فيرسس الفيكسد ابلاينس. الفورس بتاعتي تايب اوف فورس نفسه انهي فورس بتعمل لي اكسنال ايبيكال روتروسوربشن اكتر من الثانيه. During the maxillary expansion هل في external epic retrosorption بيحصل معايا ولا لا والاماكن اللي بيحصل فيها اكتر. ده اللي هتكلم عنه في الجزء بتاع risk factors for the development of external epic retrosorption. في يوم medical conditions في بعض الناس اللي عندهم medical conditions زي Turner syndrome والfamilial dysostosis الناس دي والناس برضو اللي عندهم severe او uncontrolled endocrine problems الناس دي بتكون higher risk for external epic retrosorption. يعني الناس دي بتكون الريسك بتاع external epic retrosorption بتاعها بيكون high. الازماتيك بيشنت وايه علاقته بالاكسترنال ابيكال ريتروسوربشن. الازماتيك بيشنت وجدوا ان هو بيكون في هاير انستانس اوف بوستيريور اكسترنال ابيكال ريتروسوربشن كومبيرد مع مين مع الهيلث بيشنت افتر اورثودونتيك تريتمنت. الانكريز بتاع الانستانس بتاع الاكسترنال ابيكال ريتروسوربشن بيكون اكتر في الفيرست مولرز ان ازماتيك بيشنت وده ممكن يكون له علاقه بان الروتس بتاعه الابر فيرست مولر في ليها ابروكسيميشن مع الماكسيلري ساينس او البروكسيميتي اوف ذا روتس اوف ذا فيرست مولر او ابر فيرست مولر مع الماكسيلري ساينس. والانكريز بتاع الانستنس بتاع الاكسترنال ابيكال روت ريزوربشن في الاسماتيك بيشن بيكون عباره عن بلانتينج اولي يعني جريد 1 الكلاسيفيكيشن احنا قلناه بتاع الاكسترنال ابيكال روت ريزوربشن وده ما بيأثرليش على الفانكشن واللونجيفيتي اوف ذيس بوستيريور تيس. تمام تاثير عكسي يعني مش بيعمل روت ريزوربشن بكميه كبير قوي ان هي ممكن تاثر لي ديورنج اورثودونتيك تريتمنت للاسماتيك بيشن. ده بالنسبه للاسماتيك بيشنت او ايه ريليشن بتوين او الكوريليشن بتوين الاكسترنال ابيكال روتروسوربشن والاسماتيك بيشنت. الجينيتك باك جراوند هل في علاقه او في كوريليشن او اسوسيشن بتوين الجينيتك بولمورفيزم والاكسترنال ابيكال روتروسوربشن؟ قالوا ان الاسوسيشن بتوين الجينيتك بولمورفيزم والاكسترنال ابيكال روتروسوربشن از كونتراديكتوري. بعض الريسيرشز وجدوا ان في كوريليشن وبعضهم تاني وجدوا ان نو كوريليشن مفيش كوريليشن موجوده بينهم. ده سيستماتيك ريفيو معمول في انجل 2016. السيستماتيك ريفيو ده موجود في البريزنس او ابسنس اوف دايركت ريليشن شيب بتوين الجينيتك والاكسترنال ابيكال ريتروسوربشن. الكونكلوجن بتاعه السيستماتيك ريفيو ده بيزد اون ذا كرنت ايفيدنس اند ذا سيستماتيك ريفيو وجدوا ان الجينيتك بومورفيزم ما اقدرش كان نوت كرنتلي بي كونسيدرد ما اقدرش اعتبره دايركت كوزال فاكتور فور اكسترنال ابيكال ريتروسوربشن بس ممكن اعتبره long as long with other factors ممكن اعتبره مع عوامل اخرى ان هو additional risk factors of placing orthodontic patient at possible risk for external epical retrosorption. ده الcorrelation between او الassociation between genetic polymorphism والexternal epical retrosorption. هنيجي بقى نتكلم عن حته مهمه جدا التوث روت مورفولوجي. هل الروت مورفولوجي عندي ليه علاقه ان السنه دي يحصل لها مور external epical retrosorption ولا ما يحصلهاش؟ الروت فورم في classification root form هنا في 6 classifications لي types of root form من number n على الشمال لي number e على اليمين. ال n اللي هو بيكون normal, a بيكون blunt, b rooted, c pointed, d bent, e اللي هي bottle shaped. It was found that in the abnormal root shape associated with increased risk بتاع external epical root resorption. تمام وخصوصا which was the for the central incisor. على الرغم من ذلك الcorrelation between the different root shapes في external epical retrosorption مش موجوده. حد انت مين دان ما حدش عمل correlation between the tooth root morphology وال external epical retrosorption. عفوا برضو there was also في inverse relationship علاقه عكسيه between the epical root widths الابيكال root widths بتاعي of lateral incisor و root resorption. وجدوا ان كل ما الروت بتاعي كان نارو with pointed apices R بيكون higher risk with more risk to the part of apical root. ده بيكون اكتر which have an abnormal projection اللي بجزء اللي هو فيه more abnormal projection زي الشكل ده عندي كده في D و E. ان الجزء ده اكتر واحد بيكون عرضة للي حصله فيه external apical root resorption. برضو كان في اعتقاد زمان موجود ان كل ما الاسنان كانت شورت روتس كل ما كانت عرضه اكتر للموت روت ريزوربشن. لكن على الرغم من ذلك النتائج اكدت عكس الكلام ده وعكس الراي ده.
وقالت كل ما الروت ريزوربشن بيزيد اكتر مع الاسنان كل ما زاد اللينس بتاع الاسنان. وان انا ممكن اشرح ليه الاسنان او كل ما زاد اللينس بتاع الاسنان بيزيد الروت ريزوربشن او بيزيد الروت ريزوربشن مع اللونجر تيس ازاي. ان اللونجر تيس بتحتاج سترونجر فورس تو بي موفد. كمان الديسبليسمنت بتاع الروت ايبكس بيكون لارجر ديورينج تيبنج او توركينج موفمنتس اوف لونجر تيس. ده اللي هو الاكسبلينيشن ان اللونجر تيس بيحصل لها مور ايبك روت ريزوربشن اكتر من الشورت تيس. هل الجندر عندي في فرق في الاكسترنال ايبك روت ريزوربشن بين الميل والفيميل؟ نو جندر بريفرنس واز فاوند بين الميلز والفيميلز في الاكسترنال ايبك روت ريزوربشن او في السسبتابيليتي تو اكسترنال ايبك روت ريزوربشن ديورينج اورستونتيك تريتمنت. الايج بقى نيجي للايج. هل في كورليشن بين الايج والاكسترنال ايبك روت ريزوربشن؟ يعني لما سن المريض بتاعي يزيد هل السسبتابيليتي تو اكسترنال ايبك روت ريزوربشن بيزيد ولا لا؟ من البيبرز شفتها والريفرنس بتاعتي ان الكورليشن بين الايج والروت ريزوربشن اوف ابر تيس انديكيت ذات كل ما كان البيشنت اولدر ذان او ابوف 15 ييرز كل ما كان السيفير روت ريزوربشن اوكي. والادلت بيشنت نفس النظام برضو فيها مور ريزوربشن اكتر في المانديبولار انتيريور تيس في حالات اللي اتعالجت قبل 11 سنه عن الحالات اللي اتعالجت قبل 11 سنه. وبرضو كمان ان الايج يعتبر امبورتنت فاكتور ريليتد تو ريزوربشن. ليه؟ عشان خاطر كل ما زاد الايج كل ما قلت الابيليتي تو ريبير للروت ريزوربشن في الاوردر بيشن. ده الكورليشن بين الايج والاكسترنال ايبيكال روت ريزوربشن. الاكستراكشن، هل لما الحاله بتاعتي تعالج باكستراكشن ابروتش او نون اكستراكشن ابروتش هل في ديفرنس في كميه الاكسترنال ايبيكال روت ريزوربشن اللي بتحصل عندي ولا لا؟ في حالات الاكستراكشن المانديبولار انسايزور كيسز انفولفينج اكستراكشن الناس اللي اتعالجت باكستراكشن ابروتش وجدوا ان في اللور انسايزر مور اكسترنال ايبيكال روت ريزوربشن اكتر من الناس اللي اتعالجوا مي نون اكستراكشن ابروتش. وده ممكن يكون نتيجه ان الديستانس بتوين الكورتيكال بليتس نارو وكمان برضو في ابروكسيميشن بتوين الروتس بتاعه اللور انسايزر والكورتيكال بليت ديورينج ريتراكشن فبيحصل كونتاكت بتوين الايبيكال روتس او الايبيسز بتاعه الروتس بتاعه اللور انتيريورز او الانتيريورز بوجه عام في الاكستراكشن ابروتش مع الكورتيكال بليس. ده ممكن يكون سبب من الاسباب اللي بتسبب الاكسترنال ايبيكال روت ريزوربشن. نيكوتين، هل انا عندي دلوقتي بيشنت مدخن وبيشنت مش مدخن، هل البيشنت المدخن بيكون عرضه اكتر للاكسترنال ايبيكال روت ريزوربشن ولا لا؟ النيكوتين دوس، جابوا نيكوتين دوس وعملوها ابلكيشن لراتس نفس كميه النيكوتين اللي موجوده او بياخدها شخص بيدخن من 10 ل 20 سيجاره في اليوم. وجدوا ان الريزوربشن موجود في الاماكن after week of appliance placement using scanning electron microscope. وجدوا ان النيكوتين بيزود الديفرنشيشن بتاع الاوستيكلاست فبيزود الريسك فاكتورز فور روت ريزوربشن اكتر. تمام. وفي بعض الدراسات الاخرى other studies وجدت ان النيكوتين بيعمل فيفرز للاوستيكلاستوجينيسيس ان هيومن بريدونتال ليجامنت سيلز فوجدوا ان في كورليشن بين النيكوتين والاكسترنال ايبيكال روت ريزوربشن. الاوبن بايت، انا جاي لي دلوقتي بيشنت عنده اوبن بايت، هل الاوبن بايت ده بيزود الانستانس تو اكسترنال ايبيكال روت ريزوربشن وليه؟ هو وجدوا ان الانستانس اوف اكسترنال ايبيكال روت ريزوربشن بتزيد مع البيشنت ويز انتيريور اوبن بايت. وده ممكن يكون لسبب من الاسباب التاليه اللي هم ثلاث اسباب بتوعنا اللي هقولهم دلوقتي. ان انا الحالات الاوبن بايت بيحصل عندي جيجلينج فورس نتيجة ان الاورثودونتيك فورس من ناحيه والتانج من ناحيه تو موف ذا تيس ان ذا اوبوزيت دايركشن. الفورس الكبيره قوي دي اللي من التانج ومن الاورثودونتيك فورس بتاثر على السنان فبتزود كميه الاستريس على الروت سيرفيس فبتزود كميه الاكسترنال ايبيكال روت ريزوربشن واكتر اسنان بتكون افكتد الانتيريور تيس والبريمولرز. سبب تاني ممكن يكون نتيجه ان الناس اللي عندهم اوبن بايت بيكون عندهم هايبو فانكشنال بيرودونشيم والناس اللي عندهم هايبو فانكشنال بيرودونشيم دول بيكون عندهم جريتر ريسك للديفلوبمنت اوف اكسترنال ايبيكال روت ريزوربشن. وبرضه حاجه تانية ان الناس اللي عند موست اغلب الحالات اللي عندي فيها انتيرو اوبن بايت بتتعالج باكستراكشن ابروتش وده بيكون ريسك فاكتورز نفسه للديفلوبمنت اوف اكسترنال ايبيكال روت ريزوربشن. ده الاوبن بايت وعلاقته بالاكسترنال ايبيكال روت ريزوربشن. هل في علاقه بين الاستريس والاكسترنال ايبيكال روت ريزوربشن ولا لا؟ في انيمال ستاديز، انيمال ستادي جابوا انيمالز وعملوا لها سبجكت تو ستريس وعملوا اورثونتيك تريتمنت وجدوا ان الاماونت اوف توس موفمنت بتقل عن الكنترول جروب اللي نون ستريسد اورثودونتيكلي تريتد انيمالز. وده وجدوا فيه ان الاماونت اوف روت ريزوربشن بتزيد اكتر في الناس في الراتس او في الانيمالز اللي هي سبجكتد تو ستريس.
وقالوا ان الهرمونز اللي هي الجلوكوكورتيكويدز زي الكورتيزول والكورتيكوستيرون استيرون اللي هم بيفرزوا نتيجه او الهرمونز اللي بيحصل لهم ريليز ديورينج ستريس دول بيعملوا ديفرنشيشن او بيزودوا الديفرنشيشن بتاع الاوستيوبلاست فده بيقلل بيزود نسبه او الانستانس او بيزود الريسك فاكتورز فور اكسترنال ايبيكاريوت ريزولوشن ده الكورليشن بين الاسترس الاسترس والاكسترنال ايبيكاريوت ريزولوشن هنيجي نتكلم عن حته مهمه جدا البروكسيميتي اوف ذا روت ايبكس تو ذا بارتال كورتكس هل لما يحصل فيه بروكسيميشن بين الروت ايبكس والبارتال كورتكس بيزود الانستانس بتاع الاكسترنال ايبيكاريوت ريزولوشن ولا ما بيزودهوش كالي اند فيليبس وجدوا ان في دايركت اسوسيشن بين الاكسترنال ايبيكاريوت ريزولوشن والبروكسيميتي تو ذا بارتال كورتيكال بليت ووجدوا كلينيكال سيجنيفيكانت ايبيكاريوت ريزولوشن بيزيد بمقدار 20 تايمز عن الماكسيلر انسايزرز اللي ما فهمش كلوز بروكسيميتي تو ذا كورتيكال بليت لكن على الرغم من ذلك ميرابيلا وارتون وجدوا استدي اوف يو كيسز اوف ماكسيلر انسايزر روت تاتشينج الكورتيكال بليت وجدوا ان سمول نمبر اوف كيسز واتش سافرد فروم روت ريزولوشن وجدوا ان نسبه قليله خالص من الحالات هي اللي ظهرت معاها الاكسترنال ايبيكاريوت ريزولوشن اللي كان معاهم في بوست تريتمنت في ابروكسيميشن للروتس مع البارتال كورتكس ممكن في وان اكسبلانيشن بس للاسوسيشن اللي موجود اللي وجدوا كاليو فيليبس ممكن يكون نتيجه ان الكلوز بروكسيميتي تو ذا بالانت بوست تريتمنت ممكن يكون الاسنان دي حصل لها لارجر موف روت موفمنت اكتر من الاسنان الثانيه فالروت ريزولوشن هنا ملوش علاقه بالاماونت ملوش علاقه بالابروكسيميتي اوف ذا روت ايبكس تو ذا بارتال كورتكس بس ليه علاقه بالاماونت اوف توس موفمنت يعني الاسنان اتحركت كميه اكبر فعشان خاطر كده حصل معاها روت ريزولوشن اكتر ده الاكسبلينيشن ان في الكالي وفيليبس ستادي حصل فيها روت ريزولوشن اكتر مع الاسنان اللي كان فيها ابروكسيميشن مع البارتال كورتكس هنيجي بقى للفورت 1 والاكسترنال ايبيكاريوت ريزولوشن هل في كورليشن بين الفورت 1 الاورثوجناتيك سيرجن والاكسترنال ايبيكاريوت ريزولوشن كالي اند فيليبس في الاستدي بتاعتهم برضو وجدوا ان الفورت 1 استيوتومي ده يعتبر ريسك فاكتورز فور ذا ايبيكاريوت ريزولوشن في مور ريسنت استدي وجدت ان مفيش كورليشن بين الفورت 1 استيوتومي والاكسترنال ايبيكاريوت ريزولوشن الاكسبلينيشن للكونتراديكشن ده ممكن يكون ان الفورت 1 استيوتومي بيكون followed by periods of ischemia and hyperemia ممكن تكون دي هي السبب اصلا اللي عملت bulbar changes وهي اللي سببت external epicaryote resorption مش الorthodontic او orthognathic surgery هو اللي عمل كده على الرغم من ذلك انا ما اقدرش it's difficult to explain in association between effort 1 osteotomy and root resorption what to do if root resorption is detected and progress ايه اللي انا اعمله انا شغال حالة تقويم دلوقتي ايه اللي انا اعمله لو عملت ديتكشن لروت ريزوربشن لاسنان وانا شغال تقويم ايه اللي عمله الديسيشن ده تو كونتينوس الاكتيف توس موفمنت بيعتمد على البلاند بارسر موفمنت انا ايه اللي مخططه هعمله تاني عشان احرك الاسنان تاني تمام والاماونت اوف ريزوربشن اللي انا شفتها في الراديوجرام تمام ات ماست بي نوت ذات انا ما عنديش ستاندرد اقدر احكم بيه ان الحاله دي سيفير ولا مايلد ولا مودريت اكسترنال ايبيكاريوت ريزوربشن ما عنديش كونستنت ستاندرد كان في سيرفي اتعمل وجدوا ان الجنرال دنتست وجدوا ان الراي بتاعهم لو حصل اكتر من 35% اوف روت شورتنينج قال لك ان انا انهي التريمينيت الاورثودونتيك تريتمنت على الرغم من ذلك الاورثودونتست ما وافقوش على الكلام ده جنرالي بوجه عام النورمال لينس الاسنان فور نورمال لينس اند نون بيريدونتالي انفولفد تيس الاسنان اللي ما فيش فيها بيريدونتال انفكتد لو الاماونت اوف ريزوربشن اكتر من 2 مللي البيست كورس اوف اكشن ان انا اوقف الاكتيف تريتمنت ايميديتلي واستنى لمده 4 شهور الاربع شهور دول اخلي الاسنان بتاعتي اللي حصل فيها روت ريزوربشن تكون فري اوف اني فورس تمام واخلي الارش واي بتاعي بيكون باسيف عشان احافظ على الاسنان في المكان بتاعها افتر ذس ريستنج بيريود التريتمنت ممكن اقدر اكملها تاني بعد الريستنج بيريود لو حصل ريبير لروت ريزوربشن او حصل له ستوبنج لو الاماونت بتاعتي اوف اكسترنال ايبيكاريوت ريزوربشن اكتر من 4 مللي او 4 مللي او اكتر في بيشنت هاز بين ان تريتمنت فور لونج تايم الاورثودونتست لازم ياخد قرار ان هو يا اما ينهي التريتمنت بتاعته على هذا الوضع ده بيند اون ذا كيس او يعمل موديفيكيشن للبلان بتاعه تو فينيش ويزاوت موفينج ذا فيكتيس ان هو يفنش الحاله بتاعته من غير ما يحرك السنه اللي حصل لها
افكتد وحصل لها مور ترور تزوربشن اكتر من 4 مليمتر او اكتر من ذلك. امتى الاكسترنال ايبك كاروت تزوربشن الطب؟ It has been clinically observed that as soon as لو الاكتف فورس بتاعتي شلتها الاكسترنال ايبك كاروت تزوربشن الطب. والريبرتيف فورسس نفسها عن تريس مونتو بلاست اكتيفيتي از كومبليتد وذين فيو ويكس. ايه اللي بيحصل للاسنان اللي حصل لها with short roots long term على المدى البعيد؟ It is with congenital extremely short roots. الاسنان اصلا اللي عندها extremely short roots don't spontaneously fall out, ما بتقعش الله لما يحصل لها periodontal disease. كان في كيس ريبورتس ولونج تيرم ستاديز وجدت ان مفيش ريليشن بين It is with short roots والموربيديتي بتاعتها loss of the tooth ان الاسنان تقع يعني. وكان في برضه تاني دراسه في 1989 عمل ريكولينج ل 100 بيشنت with external apical root resorption بعد 14 سنه وجد ان التيس نفسها had been compromised, no teeth had been compromised. وبرضه lateral incisor with severe root resorption not apical from erupting canine اللي حصل له resorption من erupting canine كان still be orthodontically moved, ممكن اقدر احركه عن طريق التقويم. حتى لو حصل 20% increase في crown to root ratio are stable long term. وفي جونستون اند كوليجز بتاعته evaluated الموبيليتي in patient recalled 25 years later ووجدوا ان increases tooth morbidity لو الروت لينس بتاعي قل عن 9 ملم. ايه الـ impacted versus non-impacted canine effect on the central incisor؟ هل في effect للـ impacted canine على الـ incisors during orthodontic exposure لي او during orthodontic movement لي في الارش بتاعي. It had been found that in the presence of impacted canine وجدوا ان هو بيزود الـ instance بتاعت المجزري center incisor external apical root resorption بمقدار 0.38 مليمتر اكتر من non-impacted canine patient. وممكن يكون السبب ده ان المجزري incisor نفسها act as anchor unit and subjected to high intrusive force during canine eruption ان هي بتقع تحت high intrusive force during canine eruption. Furthermore برضو during orthodontic treatment او during orthodontic alignment للimpacted canine ده بعد ما خرجته انا بحتاج اعمله تورك والتورك ده بيحتاج force اكتر والforce دي بتتنقل للanterior teeth فبتزود لي risk factors او act as risk factors for external apical root resorption للanterior teeth. برضو ممكن يكون another factor نفسه ان الحالات اللي عندها canine impacted بتحتاج وقت اطول لعلاجها فالوقت الطويل ده هو سبب الاسباب حدوث الاكسترنال ايبيكال روت ريزولوشن في الانتيريور تيس. الامباكتد كاناينز بروكسيميتي افكت اون ذا نيبرنج تيس، هل الامباكتد كاناين ده ليه افكت على النيبرنج روت سيرفيس زي اللاترال انسايزر او اللاترال انسايزر او الفيرست بريمولر ولا لا؟ قال لك اللارج دنتال فوليكلز اوف امباكتد كاناين ان اديشن تو دايركت بريشر فروم ذا كاناين ديورنج ايربشن ممكن يكون سبب من اسباب الروت ريزوربشن الادجسنت تيس زي اللاترال انسايزر والسنترال والفيرست بريمولر. على الرغم من ذلك برضو في بيزد اون سيتي اكزامينشن وجدوا ان الدنتال فوليكل ده مش كوز للروت ريزوربشن اوف بيرمننت تيس وعلى ذلك برضو كمان يعتبر اصلا كجزء من اجزاء الايربشن اصلا بروسيس يعني الايربشن بروسيس بتاعت الكران اصلا اكت بتاخد الروت بتاع اللاترال اكت از ا جايد ديورنج ايربشن. هل البوزيشن بتاع الامباكتد كاناين ممكن يزود لي الانستانس بتاعت الروت ريزوربشن ولا لا؟ وجدوا ان الهاير انستانس بتاعت البطنوت سيجنيفيكانت ان الانستانس بتاعت الروت ريزوربشن بطنوت سيجنيفيكانت بتكون اكتر لما الامباكتد كراين لوكيتد ليبلي. وكمان برضو في سيجنيفيكانت كورليشن بين الروت ريزوربشن اند فولي امباكتد كراين كل ما الكراين بتاعي كان فولي بوني امباكتد كل ما زاد ود الانستانس بتاعت الروت ريزوربشن. دي عندي سي تي اي وبي وسي 1 وسي 2 الاي هنا بشوف فيها الروت سلايت روت ريزوربشن للاترال انسايزر البي مودريت روت ريزوربشن للاترال انسايزر السي دي ساجيتال فيو او اكزل فيو لكن السي 2 دي ساجيتال فيو دي فيها اكستريم او سيفي روت ريزوربشن للاترال انسايزر دي برضو فيها سيفي روت ريزوربشن للاترال انسايزر بس دي ساجيتال فيو نفس البيشنت. الابلاينسز على الرغم من الاكسترنال ايبيكال روت ريزوربشن ده يعتبر مالتي فاكتوريال بروسيس الديجري اوف اكسترنال ايبيكال روت ريزوربشن لها علاقه مباشره مع الديجري والفريكوانسي والتايب اوف فورس ديليفرد باي اورثودونتيك ابلاينس تمام. مثلا خلال الانتروجن ات ويز نون ذات ان الريسك فاكتورز اوف روت ريزوربشن انكريز مع الانتروجن فورس خصوصا في السنجل روت تيز نتيجه الكونسنتريشن اوف فورس نفسها بتكون از ايبيكال ريجن which is highly susceptible area for unrepaired root resorption.
الهاير انتروجن فورس نفسها ابلايد، كل ما زودت الانتروزيف فورس كل ما زاد معايا الانسنس اوف اكسترنال ابيكال روت ريزوربشن. على الرغم من ذلك برضو الاماونت اوف انسايزر انتروجن از ذا سيم وين ذا انتروزيف فورس رينجز فروم 40 ل 80 جرام، مينينج الابلكيشن اوف اكسترنال فورس على الرغم من ان كده كده الاماونت اوف انتروجن اللي هعملها من 40 ل 80 جرام هي هي نفس الاماونت لو انا زودت الفورس، بس اللي بعمله لو زودت الفورس ما بيحصلش الاماونت اوف انتروجن بيزيد، لا اللي بيزيد معايا الاكسترنال ابيكال روت ريزوربشن اصلا. دي كومبارتيف ستادي، الستادي بتاعتي موجوده، الستادي ديت بتحدد لي هل الانتروجن ابلاينس النوع بتاعه ممكن يفرق معايا في كميه الاكسترنال ابيكال روت ريزوربشن اللي بتحصل معايا ولا لا. الستادي ديت كوندكتد كومبيرنج بتوين مين كونكتيكات انتروزيف ارش والكونفنشنال كونتينوس ارش واير. الكونكتيكات انتروزيف ارش واير ده مصنوع من نايت تاي، فلو لود ديفليكشن اللود ديفليكشن بتاعته قليله حوالي من 40 ل 60 جرام اون ذا انتيريور تيس. تمام. الديزاين بتاعه درايفد فروم بيرستونز انتروزيف ارش. الرينج بتاعه من 40 ل 60 جرام، يعني كل سنه مثلا من ماكسيمال انسايزر حوالي من 10 ل 15 جرام اوف فورس. اللي صدق ياتي كونكلود ذات نو ديفرنس، ما فيش فرق في الاماونت اوف اكسترنال ابيكال روت ريزوربشن بتوين الكونكتيكات انتروزيف ارش والكونفنشنال كونتينوس ارش واير او انتروزيف ارش واير. وده معناه ان 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 نوع الديزاين بتاع الابلاينس نفسه مش هو اللي بيفرق معايا، الاماونت اوف فورس هي اللي بتفرق معايا. كل ما الاماونت اوف فورس زادت في الانتروجن كل ما الاماونت اوف اكسترنال ابيكال روت ريزوربشن تزيد. دي برضو ارتكل برضو قارنت بين الانتيريور اند بوستيريور ميني امبلانت اسيستد ماكسيلري انسايزر انتروجن، قارنت بين الاكسترنال ابيكال روت ريزوربشن في حالات في الماكسيلري انسايزر حالات حصل لها انتروجن على 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 مين سكرو انكروج، وحالات تانية عملها انتروجن بيرستون 3 بيس انتروزف ارش سكيورد ويز مين سكرو ات ذا بوستيريور ريجن. وجدوا ان الاماونت اوف انتروجن باي بيرستون جروب حوالي 1 ملم اقل من مين سكرو جروب، والاماونت اوف اكسترنال ابيكال روت ريزوربشن في البيرستون جروب بتكون اقل. على الرغم من ذلك الاثنين جروب الاماونت اوف اكسترنال ابيكال روت ريزوربشن كلهم وزن زالون من رينج which is far less than اقل من 2 ملم. وده معناه ان الديزاين بتاع الابلاينس مش هو الاهم معايا في الانتروجن، الاهم الاماونت اوف فورس ديورنج انتروجن. نيجي لحته مهمه جدا، هل البراكت سلوت 18 ولا سلوت 22 اه هو اللي بيعمل اكسترنال ابيكال روت ريزوربشن اكتر؟ في ستادي كومبيرد بين 0.018 انش سلوت براكت و 0.022 انش سلوت MBPT ابلاينس، وجدوا وعملوا كورليشن معاهم مع الاكسترنال ابيكال روت ريزوربشن. في الستادي دي اتحط فيها ريكتانجل نايت تاي ارش ويرز وير يوزد فور مور ذان هاف اوف ذا دوريشن اوف تريتمنت، وجدوا ان نو ستاتيكالي سيجنيفيكانت كورليشن موجوده بين السيفيريتي اوف اكسترنال ابيكال روت ريزوربشن والديوريشن اوف ريكتانجل نايت تاي ارش واير use with either bracket slot dimension. وجدوا ان مفيش فرق بين البراكت سلوت الاثنين بالنسبه للاماونت اوف اكسترنال ابيكال روت ريزوربشن اللي بتحصل ديورينج اورثوستاتيك تريتمنت. هل الليبيال ولا لينجوال براكت هي اللي بتعمل معايا اكسترنال ابيكال روت ريزوربشن؟ في اللينجوال براكت سيستم الانتر براكت سبان بيقل معايا والبراكت نفسها بتكون قريبه من السنتر بتاع الريزنس بتاع السنه، لذلك اول ديليفر more forces to the anterior teeth، وكمان برضو الأسنان الأمامية بتاخد more force أكتر during the leveling and alignment stage. والمانديبر انسايزر نفسها بتكون touch للبراكت بتاعت المجزرة الانسايزر، وده بيديني force زيادة على الانتيريور teeth، والفورس الزيادة دي بتزود لي الانسنانس بتاعت الاكسترنال ابيكال روت ريزوربشن. لذلك مع اللينجوال براكتس الانسنانس بتاعت الاكسترنال ابيكال روت ريزوربشن بتزيد أكتر، وخصوصا في المجزرة الانسايزر والمانديبر انسايزر. دي ستادي على الرغم من ذلك برضو بعد ما احنا قلنا ان الفورس هنا اكتر معايا في اللينجوال براكت اكتر من الليبل براكت، في ستادي هنا قارنت بين الليبل براكت واللينجوال براكت وجدت ان مفيش ديفرنس في الاكسترنال ابيكال روت ريزوربشن ايذر ويز لينجوال اور ليبل كونفنشنال جروب. السيلف اليجيتنج فيرسس كونفنشنال براكت، هل في فرق بين السيلف اليجيتنج براكت والكونفنشنال براكت بالنسبه للابيكال روت ريزوربشن او روت ريزوربشن اللي بيحصل ديورنج اورثوستاتيك تريتمنت ولا لا؟ استدي في استدي كومبيرد الافكت بين السيلف اليجيتنج براكت والكونفنشنال براكت على الاكسترنال ابيكال روت ريزوربشن. الاستدي دي وجدت ان اوفر 6 مانثس بيريد ريفيلد نو ديفرنس، مفيش ديفرنس بين الاكسترنال ابيكال روت ريزوربشن بين السيلف اليجيتنج براكت والكونفنشنال براكت.
وفي ستادي تانية قارنت بين الديمون سيلف ليجيتنج سيستم وذ كونفشنال براكت وجدت ان نتيجه ان اللو فريكشن واللايت والكونتينوس فورس برودوسد باي ذيس براكت لكن الاجسام بتاعتها بتتحرك وذ فيسيولوجيكال توليرانس اوف ذا بيريدونتال ليجمنت وعند هينس بتقلل الاماونت اوف اكسنال ابيكاروت ريزوربشن. الاستادي وجدت برضو ان 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 الاماونت اوف اكسنال ابيكاروت ريزوربشن مفيش فرق بين الديمون سيلف ليجيتنج براكت والكونفشنال براكت. هي كانت متوقعه ان هيكون في فرق بس وجدت ان مفيش فرق بينهم بالنسبه للاماونت اوف اكسنال ابيكاروت ريزوربشن اللي بتحصل معايا ديورينج تريتمنت. هل في فرق بين الكلين الاينر والفيكست ابلاينس في الاماونت اوف اكسترنال ابيكاروت ريزوربشن اللي بتحصل معايا ولا لا؟ في البدايه خالص كانوا بيستخدموا الانفيزالاين او الانفيزالاين اتقدم اصلا عشان خاطر يعالج الحالات اللي عندهم شورت روتس عشان خاطر البيشنت دي بتكون مور سسبتبل اكتر للديفلوبمنت اوف اكسترنال ابيكاروت ريزوربشن. والاستادي دي ريزلت اندد وذ نو وجدت ان الابيكسنال ابيكاروت ريزوربشن في الحالات اللي اتعالجت بالكلين الاينر مش موجود في الحالات دي. الايدا برضو كمان برضو ان الالاينر دي وجدوا برضو ان هي عباره عن ريموفال ابلاينس فالفورس اللي بتعمل لها ابلكيشن ليها بتكون انترميتنت فورس والانترميتنت فورس دي اللي بتكون موجوده بيكون فيها ريستنج بيريد فالريستنج بيريد دي بتسمح ان يحصل ريفيل روتس فبتقلل الاماونت اوف اكسنال ابيكال روت ريزوربشن اللي بتحصل مع الاينرز اكتر من اللي بتحصل مع الفيكسد ابلاينس. الانترميتنت فورس مي جيف ذا روت سيمنتم بيريد تو هيل اند ريبير ديورينج ذا بوست بيريد اوف ذا الاينر. بس برضو للاسف في ريسنت ستادي قالت ان الانفيزالاين بريديوس اكسترنال ابيكال روت ريزوربشن سيميلر تو فيكسد ابلاينس. برضو في ستادي ثانيه ميجرد الاماونت اوف اكسترنال ابيكال روت ريزوربشن وسكيل الاينرز using CPCT based on idea that every tooth receive predetermined amount of force with prevent excessive force delivery. على الرغم من ذلك برضو the study found also the amount of external epicarotid resorption موجودة زي نفس ال amount اللي produced by fixed appliance. الليبوس اللي هو low intensity pulsed ultrasound هل في علاقة في الحالات اللي بتتعالج ب اللو انتنسيتي بالص الترا ساوند ان هي تقلل لي كميه الروت ريزوربشن ولا لا؟ وجد ان اللايبوس ات 100 اور 150 مايكرو وات بير سكوير سنتيمتر جروبس دي وجدوا ان اماونت اوف روت ريزوربشن قلت عن نتيجه ان بيقل ديكريز الاوستيوكلاست نمبر اكتيفيتي ليفرز نتيجه ان هو كمان بيزود كمان الاو بي جي رانكل اكسبريشن ريشيو. دي دراسه اتعملت دكتور خالد فاروق مدرس عندنا في قسم تقويم الاسنان جامعه الازهر بنين ودكتور طارق البيلي كانوا بيشوفوا الايفكت بتاع اللو انتنسيتي بالس الترا ساوند على التوث موفمنت والروت ريزولوشن. الكونكلوجن بتاعه البيبر دي وجدوا ان اللايبوس ابلكيشن اكسلريتد التوث موفمنت بيعمل اكسلريشن التوث موفمنت وبيقلل كمان اورثودونتيكلي اندوس ذا توث روت ريزولوشن ات ذا سيم تايم بيقلل الروت ريزولوشن. يعني وجدوا ان في كورليشن بين استخدام اللايبوس اللي هو اللو انتنسيتي بالس الترا ساوند مع ديورنج اورثون تريتمنت ان هو بيقلل الاكسنال ابيكال روت ريزوربشن. الافكت بتاع الابلكيشن اوف هاي فريكوانسي ميكانيكال فايبريشن هل لو انا استخدمت ديورنج اورثون تريتمنت فايبريتور او فايبريشن هل ممكن يقلل لي الروت ريزوربشن اللي بيحصل ديورنج تريتمنت ولا لا؟ دي برضو بيبر او شغل الدكتور خالد فاروق برضو مع الدكتور طارق البيلي شوف فيها الافكت بتاع الابلكيشن اوف هاي فريكوانسي ميكانيكال فايبريشن ان توس لينس كونكرنت ويز اورثونتيك تريتمنت يوزنج كلين الاينرز. وجدوا ان البيشنت تريتد ويز هاي فريكوانسي فايبريتور وجدوا فيها مينيمم توس لينس تشينجز افتر تريتمنت وده ممكن يكون انديكيت ان الهاي فريكوانسي فايبريتور ممكن يقلل الروت ريزوربشن اندوسد باي اورثونتيك تريتمنت يوزنج كلين الاينر. الفورس هل التايب اوف فورس بتاعي بيفرق معايا في الاماونت اوف اكسنال ابيكال روت ريزوربشن اللي بتحصل ولا لا؟ الماجنيتيود اوف فورس دايركتلي كورليتد وذ سيفيرتي اوف اورثونتيك انديوسد انفلاماتوري روت ريزوربشن. الايدل فورس بتاعتي اللي هي اللايت كونتينوس فورس هي اللي بتديني فيسيولوجيك بالانس بين التوث موفمنت اند بوني ادابتيشن. شوارز فاوند ان الفورس ليفل اوف توث موفمنت بيكون رينجنج بين 7 ل 26 جرام بير سكوير سنتيمتر اوف فروت سيرفيس اوف ذا توث. لو الفورس بتاعتي دي زادت كل ما الفورس دي بتزيد كل ما بتزود لي الاماونت اوف اكسنال ابيكاروت ريزوربشن اللي بتحصل معايا. لما كل ما الفورس بتاعتي دي بتقل بلو ذا ليميت كل ما الروت ريزوربشن بيحصل له ستوبنج والريبير بتاعي بروسيس بتبدا.
فيلات ستادي وجدوا ان اللايت فورس بروديوس نو اكسترنال ابيكال روتروزوربشن وي الانترميديت اند هيفي فورسز ويل انيشيت روتروزوربشن وذ كراتر فورميشن ان ذا روتروزورب. يعني التايب اوف فورس بتاعي بيفرق معايا في الاماونت اوف اكسترنال ابيكال روتروزوربشن اللي بتحصل معايا ولا لا. الروتروزوربشن السيجنفيكانت كريتر اكتر بيكون اكتر اتجاه السيرفايكال ريجون ان ذا باكر سيرفيس والابيكال ريجون ان ذا لينجوال سيرفيس كورسبوندينج تو البريشر اريا اوف تيبنج موفمنت. التيبنج موفمنت بتاعتي يعني الاماونت اوف ريزولوشن بتحصل معايا اكتر فين لما اكون بعمل تيبنج موفمنت مثلا في الاماونت اوف بريشر بيزيد او الاماونت اوف ريزولوشن بيزيد في السيرفايكال ريجون في الباكر سيرفيس والابيكال ريجون في لينجوال سيرفيس كورسبوندينج تو ذا بريشر ارياز اوف تيبنج موفمنت. هل في فرق بين الفيتال تيز والاندونتيك تريتي تيز في الاماونت اوف ريزوربشن اللي بتحصل ديورينج اندونتيك ديورينج اورستونتيك تريتمنت ولا لا؟ في ستادي وجدت ان الاندونتيك تريتمنت از ا بريفنتيف فاكتور فور ابيكال ريزوربشن والاندونتيك تريتي تيز ريزورب سيجنيفيكانتلي ليس ذان زير فيتال كونترالاترال كنترولز. وجدت ان الاسنان اللي معموله اندونتيك تريتمنت بتظهر ليس ريزوربشن اقل من الاسنان الفيتال تيز. في هنا دراسه يوزنج مايكرو سي تي ايفالويت الاكسترنال ابيكال ريزوربشن ان مونتيكريتيد تيز وفيتال بريمولرز وجدت ان الليس اكسترنال ابيكال ريزوربشن بيحصل اكتر مع الاندونتيكريتيد تيز ان كومبارزون تو ذا فيتال وانز. وجدوا برضو ان الكالسيوم هيدروكسيد الناس اللي بيستخدموا السلب بتاعهم كالسيوم هيدروكسيد روت كانال بيست فيلينج اند سيلر ليه بوزيتيف افكت ان هو بيعمل هيلينج اند ريبيرنج للبريبيكال تيشو النون فيتال تيز ويتش مينز ليس اكسترنال ابيكال ريزوربشن. الناس اللي بيستخدموا السينر بتاعهم في كالسيوم هيدروكسيد روت كانال دو بتكون بوزيتيف افكت او هاف بوزيتيف افكت اون هيلينج اند ريبيرنج اوف بريبيكال تيشو النون فيتال تيز ويتش مينز ليس اكسترنال ابيكال ريزوربشن. في استدي ثانيه بيجرد الاكسترنال ابيكال ريزوربشن في الابر بوستيريو تيز at both vital and non-vital one وجدت ان no difference between both group. وجدت ان ما فيش فرق between the endodontic retinitis tees وال vital tees في the amount of root resorption. على الرغم من ذلك it depend on root length rather than surface volume. الدراسة دي it depend on root length اكتر من surface volume for external apical root resorption detection and the measurement to which known too inaccurate. وده يعتبر inaccurate and such results should be evaluated carefully. دي نقطة ضعف في البيبر دي اللي هي وجدت ما فيش فرق بين endodontic retinitis tees والvital tees في الamount of external apical root resorption اللي بتحصل معاها. هل during maxillary expansion بيحصل معايا root resorption في posterior segment ولا لا؟ في عند split mouse volumetric CBCT study قارن between tooth tissue borne والbone borne rapid maxillary expansion وجدت الاماونت اوف روت ريزوربشن اللي موجوده في الابيكال والميدل والسيرفايكال سيرفيس في التوست تيشو بور والبون بور جروبس والكومبيرد ان الاماونت اوف روت ريزوربشن ان اول سيرفيسز موجوده اكتر هاير في التوست تيشو بور جروب اكتر من البون بور جروب. وبرده في انذر ستادي شافت الايفكت بتاع الروت او ايفكت على الايفكت بتاع الاكسبانشن على الروت وجدت ان الماكسيمم فوليوم لوس ووز اوبزرفت اكتر في الميزوباكر روت اوف ماكسيلاري فيرست مولر. الليس افكتد روت كانت الديسوباكر روت اوف ماكسيلاري فيرست مولر ممكن تكون عشان خاطر السيرفيس اريا او ان الروت نفسه اكت از انكرج دورينج اكسبانشن او لاترال موفمنت للفيرست مولر دورينج اكسبانشن. ايه الطرق اللي انا اقدر اعمل فيها ديتكشن للاكسترنال ابيكال روت ريزولف؟ في تقسيمه حلو قوي لازاي اعمل ديتكشن للاكسترنال ابيكال روت ريزولف. في راديوجرافيك ميثودز وفي نون راديوجرافيك ميثودز. الراديوجرافيك ميثودز في منها 2D و3D ونون راديوجرافيك ميثودز في منها بيولوجيكال ماركرز وفي منها جينيتك. ال2D عندي طبعا اللاترال سيف والبانوراما والبريفيك راديوجراف. ال3D طبعا السي بي سي تي. هتكلم عن كل واحده منهم ايه في الادفانتج والديس ادفانتج بتاعتها من حيث ديتكشن الاكسترنال ابيكال روت ريزوربشن. اللاترال سيفالومتريك راديوجراف ده يعتبر الاولي 2D راديوجراف ميثود ويز ستاندرزيشن الوحيد اللي فيه ستاندرزيشن. Was easily comparing between progressive radiographs to follow resorption pattern and measure root length before and after treatment. على الرغم من ذلك, lateral cephalometric radiograph, it may be the least important. أقل واحدة فيهم أن نعمل بها detection للإكسترنال إبيكال روت ريزوربشن. ليه؟ أن أغلب البيشنت, most patients going for orthodontic treatment, أغلبهم suffer from crowding in anterior region. بيكون في crowding في anterior region.
وده بيخلي لي توس ابيكس ايدنتيفيكيشن بيكون صعب والمونيتورنج بتاعها بيكون صعب during and after treatment difficult. وكمان برضو كمان الريزوربشن most takes place in 1-2 ميلي اوف روت ابيكس ودي which is difficult to measure and makes the incidence of error high في lateral spinometric radiograph. طبعا البانورامك راديوجراف بقى البانورامك راديوجراف تعتبر الجولد ستاندرد فور اورثوستاتيك دايجنوستيك بيربس ديو تو سنجل اكسبوجر اند فيو فور ذا هول ماكسيلاري اند مانديبولار دنتيشن. على الرغم من ذلك الابر واللور فرونت تيس في البانوراما ما بيظهروش مي بي بلارد ابرورد بلورد اور ان اديكاتيف فيزيبل ديو تو ذير سوبر امبوزيشن باي فيرتيبري. بيحصل سوبر امبوزيشن لللور انتيرور والابر انتيرور فما اقدرش اشوفهم كويس قوي. في الحالات دي البريبك راديوجراف يعتبر يتخذ لكل سنة سيبريتلي للانتيريور تيس عشان اقدر اعمل بومتكشن للاكسنال ايبيك الروت ريزوربشن اللي بيحصل في الانتيريور تيس. When the ideal time to take the radiograph امتى الوقت بتاعي اللي اقدر اخد فيه radiograph عشان خاطر اعمل investigation للpresence or absence of external ايبيك الروت ريزوربشن. في evidence that the degree of external ايبيك الروت ريزوربشن present اكتر after 6 to 12 months of orthodontic treatment with fixed applies was related to the degree of external apical root resorption at the end of treatment. وجدوا ان evidence ان amount of external apical root resorption بتظهر اكتر after 6 ل 12 months. فالوقت الامثل ان اخد بانوراما during treatment after 6 ل 12 months مع ان ده بيتعارض مع اللي هو اسمه as low as reasonable achievable principles. البرنسيبل بتاعت الاكس راي ان ما اقدرش اخد اكس راي كل شويه للبيشنت عشان ما اعرضهوش لاشعاع من غير ما اكون محتاجه. It might be good clinical practice to take panoramic radiograph من 12 من 6 ل 12 months after the placement of fixed appliance. الراديوجراف ده ممكن يكون used to check ممكن استخدمه اصلا عشان اعمل check للبراكت بوزيشن at the end of alignment phase. على الرغم من ذلك ده بيتعارض due to the low incidence of external apical root resorption and based on as low as reasonable achievable principle taking radiograph for screening purpose is not recommended. هو مش recommended ان ناخد بانوراما after 6 ل 12 months during treatment عشان خاطر اعمل بيها investigation للاكسنال ابيكال روت ريزوربشن او اعمل بيها check up للبراكت بوزيشن عشان خاطر انا مش هينفع اعرض المريض للاشعاع الا لما اكون محتاجها لحاجه مهمه جدا. امتى when the ideal time to take radiograph؟ احنا لسه زي ما احنا بنجاوب السؤال بتاعنا. دكتور احمد بعد اذنك احنا عايزين بس ننتبه للوقت، احنا قدامنا 5 دقائق ونخلص البرزنتيشن. خلاص مش كده يا دكتور. يا ريت تسرع بعد اذنك. ماشي تمام. البريبيك راديوجراف ده يعتبر جود الترناتيف فور كلوز فولو اب اوف سبيسيفيك توز. يعتبر الامثل ليا ان اعمل تكشر للاكسنال ايبيك روت ريزوربشن. السي بي سي تي طبعا تو دايمنشنال راديوجراف ده طبعا لا يقارب بالسي بي سي تي. السي بي سي تي اقدر اعمل بيها فولومتريك اقدر اعمل بيها تكشر للاكسنال ايبيك روت ريزوربشن ان فولومتريك تمام ويعتبر بيتر دياجنوستيك فاليو فور ذا كلينيكال ابلكيشن. ار ذير اني ميثودز في طرق اخرى نعمل بيها ديتكشن للاكسنال ايبيكال روت ريزوربشن غير الراديوجرافيك ميثودز؟ في بيولوجيكال ماركرز وفي جينيتكس. البيولوجيكال ماركرز نفسها ماي بوسيبيليتي اكزيست، هي موجوده بات براكتيكالي سبيكينج ذا تشويس ار ليميتد، الاختيارات بتكون محدوده شويه. The methods to detect root resorption are available, but the ability to find markers has been promising, and no practical methods have been developed for clinical use. The genetic cervical fluid ممكن أعمل بيه يعتبر إن أنا أخذ منه اللي هي البيولوجيكال ماركرز ممكن أعمل بيها detection لروت resorption ولا لا. البيولوجيكال ماركرز في عند ماي عند براسات compared levels of dentine phosphoprotein. دور قارنوا levels بتاع dentine phosphoprotein في الجينجيفال كرفيكال فلويد امونج ثري جروبس. وجدوا ان الجينجيفال اللي هو دينتين فوسفوبروتين ده بيزيد اكتر مع في البرايمري تيس اللي هم اندر جوينج ريزوربشن. فاستنتج منها ان الدينتين فوسفوبروتين ده ممكن يكون اكت اس بيولوجيكال ماركرز نعمل بي ديتكشن لروت ريزوربشن اللي بيحصل معايا في البرايمري تيس ديورنج اورستون تريتمنت. ده اختصار للدينتين فوسفوبروتين. البيولوجيكال ماركرز دي يعتبر بتوفر لي ادفانتج اكتر اوفر ذا راديوجرافيك ميثود. ليه؟ ان هي sensitive to the smallest amount of root resorption، ان هي non-invasive، no radiation exposure، information on the stage of resorptive activity and severity، ممكن اعمل identify individuals at high risk، ان هي reduce the time between the clinical onset and the appearing of clinical manifestation، ان هي بتعمل predict the subsequent clinical course and prognosis، ان هي بتعمل assessment of actual response to treatment alteration. الجينيتك ميثود بقى، there are genes
that identify patient at greater risk of extended buccal resorption. But the genetic material can only be obtained from blood or buccal swabs. على الرغم من ذلك في طرق جيدة إن هي تاخد الماركرز دي من السلايفا has been developed at the University of California. في لو if reliable markers for either risk factors or active extended buccal resorption can be established, التكنولوجيا ممكن تكون موجودة عشان نعمل بيها detection للبيشنت المور سسبتابل للاكسنال ابيكال روت ريزوربشن ولا لا. التريتمنت بقى او الجزء الاخير بتاعي التريتمنت لو انا حصل عندي اكسنال ابيكال روت ريزوربشن التريتمنت بتاعتي بتكون ازاي؟ up to 91% of teeth that underwent orthodontic treatment will have extended اكتر من 91% من الاسنان اللي underwent orthodontic treatment بيحصل معاها اكسنال ابيكال روت ريزوربشن بس بيكون اقل من 2 مللي of root loss. وده يعتبر within the acceptable limit since no deterioration مفيش defect أو مفيش severe effect على التوس أو اعتبره إن هو condition severe على التوس during orthodontic treatment. Severe root resorption بقى consists of more than أكتر من 3 مليمتر loss of apical tissue was reported in 10-20% of patients when diagnosed. البيست treatment بتاعي إن أنا أعمل pose any active orthodontic force لمدة 3 شهور. Allowing repair period, this found to significantly reduce the resorption in compared to those who didn't get this rest period. يعني وجدوا إن بيحصل repair للإكسنال إبيكال روت ريزوربشن في الجروب ده اللي أنا عملت rest period لمدة 3 شهور أكتر من الناس اللي حصل معهم continuously الأوستون تريتمنت بعد ما عملت detection للإكسنال إبيكال روت ريزوربشن. الليزر هل في effect الليزر على decrease the amount of إكسنال إبيكال روت ريزوربشن ولا لا؟ دي عندي دبل بلايند سبليت ماوس راندومايزد كنترول ترايل وجدت ان انفستيجيت الافكت اوف لو ليزر ثيرابي على الاكسنال ابيكال روت ريزوربشن ريبير ان هيومن بوبليشن. وجدوا ان نو ديفرنس بتوين الليزر والكنترول جروب. وجدوا ان مفيش افكت على ان الليزر يعمل لي ديكريز الاماونت اوف اكسنال ابيكال روت ريزوربشن اللي بتحصل معايا ديورنج اوستون تريتمنت. هل في جينيتك ممكن تقلل لي الاكسنال ابيكال روت ريزوربشن ولا لا؟ الايديا ذات انا ممكن استخدم الاو بي جي از برولينج تو ريدوس ذا اريا اوف اكسنال ابيكال روت ريزوربشن. ده بيعمل enhancement للالكالين فوسفاتيز اكسبريشن وانهبيت الاوستيوبلاست بروفيليشن وبيزود لي الاكتيفيتي بتاعتها بتاعت الاوستيوبلاست قصدي اند انهانس الاوستيوبلاست ماتوريشن. الاو بي جي ده ممكن اعمله انتروديوس للتوس اللي حصل فيه روت ريزوربشن عن طريق او بي جي ترانسفير ثرو نون فايرال فيكتورز او فيوجن ويز بروتينز اوستيوبروتيجرين او ثرو ميزينكايمال ستيم سيلز عن طريق الستيم سيلز حديثا. في تريتمنت عن طريق دراجز طبعا هقول اسماء دراجز كده على طول عشان خاطر وقت المحاضره بتاعتنا. في حاجه اسمها اكستاتين دراجز ده كانوا بيستخدموه كانوا بيستنتجوه من الفايبر فينوم اللي هو ثم التعبان وبيستخدموه في التريتمنت في الحالات اللي هي ان هو بيعمل انهيبيشن للاوستيوكلاست وبلوك الاتاتشمنت بتاع الكلاست سيلز تو ذا سبستريت فايا انتراكشن ويز ذا انتجرين ستراكشر. في بيسفوسفونيت البيسفوسفونيت ده لوكال كولوجينيت انهبيت الروت ريزوربشن انستنت توس موفمنت. في مينوتوبيكال ادمنستريشن وده بيقلل لي الروت ريزوربشن والاماونت اوف ريزوربشن نفسها بتعتمد افتر اورثوندك فورس ووز ابلايد بيعمل انهبيشن للروت ريزوربشن اللي بتحصل افتر اورثوندك تريتمنت. في البروستاجلاندين ديفرنس الروت ريزوربشن ووز اوبزرفد بتوين البروستاجلاندين والكنترول جروب لما عملت ابلكيشن للبروستاجلاندين او ديد بروستاجلاندين للبيشنت. الامبورتانس اوف كالسيوم ايونز وركينج اسوسيشن ويز بروستاجلاندين ان استابلايزنج الروت ريزوربشن وايل سيجنيفيكانت انكريز اورثوندك توس موفمنت بيزود لي الاورثوندك توس موفمنت وبيقلل لي الاكسترنال ابيكال روت ريزوربشن. في الليثيوم برضو نفس النظام كل البيز بتاعت الدراجز نفسها وان هي بتعمل ايه ان هي بتقلل لي ديفرنشيشن بتاع الاوستيوكلاست فبتقلل لي الانستنس بتقلل الانستنس بتاع الاكسترنال ابيكال روت ريزوربشن. نسترويدال انتي انفلاماتوري دراجز سايكلين استرونتيوم راليت ليسو ساميوم سبليمنت الجروس هرمون برضو انهبيتوري افكت اوف جروس هرمون روت ريزوربشن باي هيف فورس مايت بي ميديتد باي رانك الاو بي جي. اللو انتنسيتي زي ما لسه قايلها من شويه في شغل الدكتور خالد فاروق. الكونكلوجن بتاعي بتاع المحاضره بقى معلش انا جريت في الجزء الاخير ده عشان وقت المحاضره. الكونكلوجن بتاعي ان الاكسنال ابيكال روت ريزوربشن is a common circular to orthodontic treatment. انا كده هيحصل معايا external epic root resorption بس انا محتاج ان هو يحصل معايا within limit اللي هو النورمال بتاعي.
as such it needs to be a part of informed consent. لازم اخلي ان احتماليه حدوث الاكسترنال ايبي كاروتيد ريزولفر بشر معايا during host treatment موجوده في الانفورمد كونسنت اللي بيمضي عليها البيشنت والبيرنتس بتاعته. الميكانيكال فورسز بتاعتي والانفيرمنتال فاكتورز بتاعتي don't adequately explain the variation. هي مش بتشرح لي او مش وضحت ليش الفرق اللي اقدر اشوفه ان البيشنت ده more acceptable low او high risk او has high risk to root resorption ولا لا. هل لو في optimal force to move the teeth without root resorption ولا لا is predictable remains unanswered. لسه ما جاوبش عليها برضو. In the future before orthodontic treatment ممكن اعمل analyzing للجينز. هل في جين interleukin 1 هل هو موجود ولا لا by DNA analysis عشان خاطر اقدر اعرف ان البيشنت ده susceptible to external apical root resorption ولا لا, ولا هو هاي ريسك ولا لا. الاليلز كود اولسو بي فيريفايد. شكرا لكم وشكرا لحسن استماعكم ومعلش طولت عليكم. شكرا جزيلا يا دكتور احمد. دكتور احمد طلعت تقديم رائع وجميل, وطبعا الموضوع شيق ويعني في اسئله كتير. انا عن نفسي عندي اسئله لكن انا هسال اخر واحد. ونشكرك على التقديم الرائع دكتور احمد طلعت, مدرس مساعد بقسم تقويم الأسنان جامعة الأزهر بنين القاهرة. هنفتح باب الأسئلة وهنستأذنكم لو حد عنده أي سؤال. بعد إذنك يا دكتور أحمد تقفل المايك لغاية ما حد يسألك. هل في حد من أساتذتنا عنده سؤال يحب يسأل؟ السلام عليكم يا دكتور مساعد. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك يا دكتور عزة. دكتور احمد طلعت بعد اذنك خلي اول سلايد فول سكرين زي ما هي. اتفضل يا دكتور عزة. الله يخليك. شكرا لاحمد على البرزنتيشن الحلو بتاعه ده. انا مش هتكلم كتير بقى لحسن تقولوا ايه متعصب لبنين. لا يا فندم اتفضل. انما احمد من الطلبه المجدين عندنا والناس الكويسين فشكرا له يعني كده. وبرضه بنرحب بالاستاذه الكبيره الدكتوره منى منتصر. افتح المايك يا احمد ونزل الشاشه. رئيس القسم التقويم في المنصوره بنرحب بيها يعني ايه مره ثانيه وبانضمامها دايما للايه للسيمينار. نشوفكم كده ان شاء الله. يعني اسيب المايك وندي فرصه لايه لابنائنا وشبابنا يسالوا ويتكلموا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور عزت استاذنا استاذ الاجيال. مشكورك جدا دكتور احمد طلع. بعد اذنك خلي الشاشه فول سكرين عندك. في حد من السلام عليكم جميعا. اهلا وسهلا دكتور فاروق. زي حضرتك يا فندم. الله يخليك. ازيك يا دكتور اسامه. اهلا باستاذنا استاذ الاجيال دكتور عزت بيه. دايما منورنا ومشرفنا ونتعلم من معاليك. الله يخليك يا دكتور فورما. انت صاحب الفضل بقى دلوقتي. انت اللي بتنظم وانت اللي بترتب وانت كل يعني والله. شكرا لمجهودك الكبير. ده يعني هو تيم وانا مشترك فيه وانا ليا الشرف ان انا مشترك مع التيم المحترم دوت. وبرحب طبعا باستاذتنا دكتوره منى وكل الساده الافاضل الموجودين وزمايلنا وابنائنا الطلاب. وطبعا بشكر احمد طلعت. احمد طلعت انا بعترف ان انا زنقته نظرا للاتفاق اللي بيني وبين التيم المحترم بتاع قسم تقويم الاسنان بنين اسيوط. الحقيقه احنا عملنا جدول في اخر لحظه. فالحقيقه انا زنقته جيت امبارح قلت له والله يا دكتور احمد انا متفق مع التيم ان احنا هيبقى الجدول بتاعنا بكره ان شاء الله. وهو كان معايا في الكليه امبارح يمكن لحد يمكن قبل المغرب بشويه. فبشكره طبعا على السيمينار والتقديم. مش هقول الكلام ده عشان انا مشرف على السيمينار, لكن الحقيقه كون ان انا اخلي طالب يجهز نفسه في خلال اقل من 24 ساعه ويعرض موضوع طويل ومليء بالمعلومات ومحتاج يمكن 3 4 سيمينارز عشان نتكلم في حاجه زي روت ريسوربشن اند اورزونتال تريتمنت, قصه ديبيتد ومليانه اكسبيرمنتال ستاديز على انفيتروس على انفيتو ستاديز. فيعني كتر خيره ان هو ظهر بهذا المظهر الجميل عشان برضو المنظومة اللي احنا ابتدينا فيها ان شاء الله تكمل على خير. بشكره وبشكر دكتور الضاني لاشتراكه في مراجعة السيمينار. ومش عايز اطول عليكم ان شاء الله باذن الله يعني المناقشة تبقى مستفيدة وتبقى بناءة باذن الله. شكرا لكم جميعا وشكرا لك يا دكتور اسام على تعبك انت ودكتور محمد سالم. شكرا يا دكتور فاروق. شكرا استاذنا العزيز دكتور فاروق استاذ ورئيس قسم تقويم الاسنان جامعه الازهر بنين القاهره. شكرا جزيلا. سيمينار جميل. احنا عايزين نسال هل في حد عايز يسال
دكتور احمد طلعت في السيمينار. دكتور وسام معلش بس قبل السؤال بس معلش يعني انا فعلا بجد يعني انا ليا الشرف فعلا بجد اني اتعلمت على ايد الاستاذ الدكتور عزت بركات والاستاذ الدكتور فاروق كمان وعودونا فعلا على الجد والاجتهاد ونحن نكون مستعدين في اي وقت لاي طارئ ونحن دايما نكون حاضرين في اي مهمه صعبه لينا وشرف ليا كمان ان اكون تلميذ تحت ايديهم كمان يعني شرف ليا كمان طول العمر كمان. طبعا احنا كلنا في الاساس ابناء قسم تقويم الاسنان بنين القاهره وانا احد خريجيه فده شرف لينا جميعا. هل حد ليه اسئله ولا افتتح انا الاسئله؟ طب انا هستاذنكم وهفتتح. دكتور احمد احنا طبعا الموضوع ده انا بالنسبه لي شخصيا من المواضيع المهمه جدا جدا والشيقه جدا واللي بتمثل لي اهميه كبيره لان فعلا دي مشكله بنقابلها كتير جدا ومحدش بيبقى مدرك الكلام ده الا الناس المتخصصه فعلا هي اللي بتبقى مدركه خطوره الروت ريزوربشن. احنا هنا بس اول حاجه احنا كان نفسي ان انت تنوه ان في كتير من الدراجز حتى اللي قلتها الاخيره ان دي كل دي اكسبيرمنتال ستاديز دي مش هيومن ستاديز فدي كنا عايزين ننوه عنها. ثانيا احنا دلوقتي كان اساس كلامنا عن دكتور وسام. دكتور وسام سلام عليكم. عندك حق دي ملحوظة شيقة وجيدة لكن برضو لازم حضرتك تاخد بالك ان الموضوع الكبير ده يعني هو دكتور احمد انت سيادتك والله انا مقدر والله لا مش قصدي اديني بس حياتك فرصة كاملة. انا حياتك قلت له بس ايه يا ريت تخلص عشان قدامنا خمس دقايق. فطبعا دكتور احمد انت كل الشباب الصغير واحنا زيهم اول ما بتفاجئ يعني بالكلمة فهو طبعا انا من وجهة نظري هو كان لازم يقول اللي حياتك قلته كان لازم يقول لان ممكن خطا ان اي حد يسمع الدراجز دي يتخيل احنا بعدنا حل سحري للروت ريزوربشن. لا ما فيش الكلام ده كله اكسبيرمنتال وستيل اندر انفستيجيشن. فدي ملاحظه ممتازه وكويس ان حضرتك نوهت ان ممكن حد من ابنائنا الطلاب يتخيل ان الليسته اللي اتعرضت في اخر السيمينار دي هي حل سحري للمشكله اللي هي امبريدكتبل في شغلتنا. وزي ما حضرتك قلت انا عشان كده فعلا لان احنا لازم ناخد بالنا ان في ناس صغيره بتسمع الكلام ده في ناس بتتفرج علينا على اليوتيوب فلو احنا ما نوهناش عن الكلام ده ممكن حد يفتكر انه هيروح يشتري جروث هرمون ويعالج الموضوع يعني. تمام. لا الله ينور عليك. انا بس انا اسف للانترابشن انا حبيت بس اوضح لحضرتك جزئيه دي. اتفضل حضرتك كمل. شاكرين حضرتك يا دكتور فاروق. فطبعا اول تنويه ان زي ما قال استاذنا دكتور فاروق ان الادويه اللي قلناها الدراجز دي مش حل سحري دي كلها اكسبيرمنتال ستاديز. تاني حاجه دكتور احمد انت كلامك الاساسي عن الاكسترنال ابيكال روت ريزوربشن. فاول سؤال هل الاكسترنال لاترال روت ريزوربشن ليه علاقه بينا ولا لا؟ ده نقطه. النقطه الثانيه هل الانترنال روت ريزوربشن ليه علاقه بينا ولا لا؟ ثالث حاجه حضرتك قلت في التيث اللي معمول لها ار سي تي او روت كانال تريتمنت في ستاديز بتقول ان ده بيقلل الابيكال روت ريزوربشن وحضرتك ما شرحتلناش ليه؟ ايه السبب؟ هل وجود الجاتا بيرشا والسيلر ليه تاثير؟ هل اتعمل هيستولوجيكال ستاديز على الكلام ده ولا لا؟ فدول ثلاث نقط يا ريت حضرتك باختصار تجاوبنا عليه. تمام يا دكتور. بالنسبه لاول نقطه دكتور اللاترال روت ريزولوشن زي اللي بيحصل في اللاترال انسايزور لما بيكون الكنان ايربتد وجدوا ان هو ملهوش مشكله معايا قوي وممكن اعمل اورثونتيك توث موفمنت. استاذنك يا دكتور طلعت يا دكتور طلعت لا معلش انت واضح انت ما فهمتش السؤال دكتور وسام. هو دكتور وسام ما بيتكلمش على الحاجه اللي ممكن تحصل وبيقول لحضرتك اللاترال روت اكسترنال روت ريزولوشن انت بتتكلم على ريليتد الاورثودونتيك توث موفمنت ما تجيبش اي صوره ثانيه. بالظبط يا دكتور فاروق بالظبط زي ما حضرتك بتقول كده عشان ما تخرجش يا دكتور احمد بعد اذنك من سياق السؤال. اتفضل حضرتك. معلش يا دكتور وسام يعني لو توس عندي امباكتد وانا بعمل له اورثودونتيك اكسبوجر فانت قصدي حضرتك ممكن يحصل معايا لا يا دكتور احمد انا دلوقتي لما بعمل ريتراكشن للكناين مثلا تمام انا في الفورس اناليسز لما اكزرت فورس على الكناين مثلا كمثال طيب مش الفورس دي بتبقى متوزعه على الروت كله لاترال وابيكال على الروت كله. احنا عارفين ان اخطر حركه الانتروجن لما بعمل انتروجن دي اكتر حاجه بتعمل ابيكال روت ريزوربشن.
طيب انا لما بعمل ريتراكشن في ديستال موفمنت اللاترال سيرفيس هنا اخباره ايه؟ هل في ستاديز بتتكلم عن الكلام ده؟ كاستاديز لاترال موفمنت هو كان في جزء بتاعي اللي هو الجزء بتاع الاكسبانشن والجزء بتاع التيبنج موفمنت ان الروتروزوربشن اماونت اوف روتروزوربشن بتحصل اكتر في السيرفايكال اريا في الباكل والابيكال اريا في الباليتال اريا نتيجه ان الستريس كونسنتريشن بيكون اكتر ديورنج موفمنت في الاماكن دي وان البادلي موفمنت اكتر بتكون الاقل اماونت اوف روتروزوربشن سواء كانت سيرفيس او ابيكال بتكون اكتر مع البادلي موفمنت عشان الفورس نفسه بتكون متوزعه على كل البادي بتاع الروت. دي الحاجات اللي كنت قريتها يعني في الاماونت اوف روتروزوربشن بالنسبه للروت سيرفيس وجعان بالنسبه هو بس هو يعني احنا قلنا اكتر حركه خطيره اما بنعمل انتروجن عشان كده الفورس اوف انتروجن دي اقل فورس في الاورثودونتيك فورس زي ما بتبقى تقريبا من 10 ل 20 جرام بالكتير جدا بالروت فدي فورس قليله جدا. ليه؟ لان هو ممكن تعمل لنا يعني سودو انتروجن صح تمام. ممكن الاقي السنه دخلت لجوه لكن هي في الحقيقه ما دخلتش ده هي الروت بتاعها حصل له ريزوربشن صح ولا لا؟ علشان كده احنا بنهتم بكده. لكن احنا في الشغل بتاعنا العادي لو انا ما بعملش انتروجن انا اكتر سيرفيس في بريشر هو مثلا اللاترال ديستال سيرفيس بتاع الكناين تمام واللينجوال سيرفيس بتاع الانسايزورز تمام ديورنج ريتراكشن. ليه ما اتكلمناش عنهم دول يعني لان ليه الاهتمام اكتر بالايبكس؟ هل عندك رد؟ لا اوكي بصف ما فيش رد عندي معلش. طيب الانترنال لا نوت ريليتد تو اورس نوت تو موفمنت. جميل جدا دكتور اسامه. دكتور اسامه بعد اذنك معلش. السلام عليكم. اتفضل يا دكتور محمد سالم. اتفضل. والدكتور احمد انا واحد من الناس اللي ضغطنا عليه امبارح جامد قوي فما الراجل يعني مشكور ان هو وصل. لا والله ده انا بشكره جدا والموضوع شيق وجميل جدا فعلا. هو احنا كلفناه بالموضوع ده دكتور اسامه امبارح يمكن تقريبا بعد المغرب فمعلش اسفين. طيب تمام يا دكتور محمد. بعد اذنك يا دكتور محمد سالم طبعا حياتك منورنا ومشرفنا وانا بعتز بان احنا مكونين التيم الرائع ده ويا رب اكون قد المقام واشترك معكم. هو الحقيقه دكتور وسام يعني انا مبسوط ان هو بيسال الاسئله دي لانها كلها اسئله بحثيه بس انا يعني الدكتور احمد زي ما حياتك قلت ما هوش مركز ان هو يرد على دكتور وسام. هو احنا استيل لحد هذه اللحظه يا دكتور وسام انا استاذنك ان انا ممكن ارد مكان دكتور احمد. يا فندم ده احنا نستفيد من علم حضرتك. الله يخليك. لا يا حبيبي احنا بنفكر مع بعض. احنا استيل لحد هذه عشان to relate certain type of orthodontic tooth movement and incidence root absorption مفيش clear cut نقدر نحكم بيه على هذا الأمر. وهقول لحضرتك ليه في عجالة في أقل من 30 ثانية لكن خلينا جاوب الأول على الربط ما بين الـ intrusion and root absorption. أنا still بقول لحضرتك ما قدرش نحكم إن حتى دي أخطر movement. ليه؟ لأن أنت حضرتك ضمنت منين إن حصل ريبير ولا ما حصلش؟ إحنا دايما بنكتشف الحالات الإكستريم اللي حضرتك اكسيدنتالي فوجئت ان في مشكله كبيره حصلت اكتر من 2 او 3 مللي من الروت اريا او الروت سيرفيس اتاثرت. لكن حضرتك في حالات كتير احنا ما اكتشفهاش. يبقى اول حاجه ان انا صعوبه ان انا اكتشف المشكله هي دي اول مشكله تخليني مش عارف اجاوب على السؤال اقدر اتمكن من دراسه الموضوع ولا لا. رقم 2 انا عشان ادرس الروت ريزوربشن واللي حصل فيه انا محتاج سي دايمنشن. حياتك طرحت سؤال في منتهى الاهميه. انا دايما ببص في وان اريا كويس في وان اتجاه لكن ال 3 دايمنشن فين؟ يعني هل ممكن ان انا عشان ما حصلش ايه بكروت ريزورب بالتبعيه ما يكونش في حاجه في اللاترال سايد؟ لا. مين قال كده؟ طب اني تول اقدر اتعامل بيها؟ موست كوملي دلوقتي في الاريا بتاعتنا بيقول ان الكوم بيم سي تي تقدر تجاوب على هذا السؤال. طب تقدر تجاوب على السؤال ده امتى؟ هل بعد التريتمنت ما يخلص؟ طب هل بعد 5 سنين زي ما هم بيقولوا؟ طب هل في خلال الفتره دي ما حصلش ريبير يجزم ما بين ان فعلا الابلايد فورس اللاترال دايركشن اللي حضرتك تقصد اللي هي البادي موفمنت يعني هل ما حصلش ريبير ولا لا؟ فبالتالي انا ما عنديش راندمايزد كلينيكال ترايل ولا عندي بروسبكتيف ستاديز ما اقدرش حتى اعمل كده. يعني اني عيان ده اللي انا هجيبه بعد 5 سنين واختبر ايه اللي حصل معاه بثري دايمنشنال تول زي كومبي. فانا قله الدراسات وصعوبه اجراها وصعوبه الداتا اللي احصل عليها
هتخلينا احنا ما نعرفش نجاوب السؤال بتاع حضرتك. لو حضرتك في معلومه جديده ممكن تكون اتقالت احنا نرحب ان احنا نسمعها. لكن انا من وجهه نظري انهي ستادي اللي تقدر تحكم على وجود روت ريزوربشن بعد الاورثودونتيك تريتمنت وتقدر تحط كل الفاكتور اللي هي معظمها ستيل ديبيتد زي ما حضرتك عارف زي ما كلنا عارف. تمام. انهي ستادي يقدر تحكم بكده؟ لو في ستادي حد يقدر يعملها احنا نشترك معاه فيه لان هو فعلا ده سؤال. انا على امل نعمل ستادي كده وهتبقى قويه جدا جدا. عشان كده انا استاذنت دكتور محمد سالم ان انا عارف خلفيه سؤال حضرتك ان احنا بنحلم نعمل ستادي ديزاين نقدر نجاوب بيه على جزء من الاسئله اللي ما زالت متعلقه بالروت ريزوبشن ما فيهاش اجابه او الاجابه دي بي. انا اسف انا قطعت. شكرين لحضرتك. انا برضو كان المقصود من سؤالي ان انا عايز ابين لبعض الدكاتره اللي لسه صغيرين ان ممكن يحصل عندك ابيكال روت ريزوربشن او لاترال روت ريزوربشن وسيادتك تعمل بانوراميك اكس راي وتشوف فيها ان مفيش ريزوربشن. ليه؟ زي ما قال استاذنا دكتور فاروق ان ده 3 دايمنشن. يعني انت لو عندك ابيكال روت ريزوربشن في الابيكس فروم لينجوال سايد ومن الليبيال سايد هو سليم، فعلشان البانوراميك فيو ده بيدينا 2D فانت مش هتشوف ان في ابيكال روت ريزوربشن، مش هتقدر تشوفها غير بالسي بي سي تي. فانا عايز اكد على الناس ان انت لو عايز تعرف انت شغلك في روت ريزوربشن ولا مش ممكن تحكم عليه بالبانوراميك فيو. فده بس تاكيدا للناس. طيب طبعا الكلام جميل جدا والمناقشات فيه جميله، وانا الروت ريزولوشن ده من المواضيع اللي بحبها جدا والشيقه بالنسبه لي جدا. فبرضه بنفتح باب الاسئله. في حد عنده اسئله تاني للدكتور احمد اللي هو مشكورا اتزنق في الوقت وعمل سيمينار جميل جدا؟ في حد من اساتذتنا او من زملائنا عنده سؤال؟ طيب طالما ما فيش اسئله احنا بنشكر دكتور أحمد طلعت، بنشكر أساتذتنا جميعا بلا استثناء، بنشكر جميع أقسام تقويم الأسنان في مصر اللي انضموا لينا واللي لسه هينضموا. بننبه على الناس كلها إن في كل الويبينارز بتاعتنا مسجلة وبنعمل لها مونتاج وبتنزل على القناة على اليوتيوب عشان يستفيد منها الناس كلها. بنشكركم جميعا، وفي لقائنا يوم الجمعة القادم إن شاء الله الساعة 10 للسيمينار أو الويبينار العملي، وموعد السيمينار النظري إن شاء الله يوم الأربع القادم الساعة 11 مساء. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.